في صيف 2015 هجوم القرش في ولايات أمريكا وصل إلى مرحلة حرجة. هل هي سمكة قرش؟ نعم، وقدم يد الرجل. خلال موسم صيفي واحد فقط نرى أسماك القرش في شاطئ كارولاينا قد قاموا بهجومهم بشكل مفاجئ على 11 شخصاً. قطعت يدها من هنا. أصبحت الهجمات حديث الجميع. لن يطأ الشاطئ أي أحد اليوم. يتساءل الخبراء ما هو السبب لهذه الهجمات المفاجئة. لابد من وجود ما يجذبهم. والآن يقوم عالمان من منطقتين مختلفتين بالبحث عن الإجابة. إنهما يغوصان في الماء مع أسماك القرش. إنكما مجنونان حتماً يا رفاق. يريدون اختبار نظريتهم الثورية. إنها تتقدم وبسرعة. بأن هجوم القرش قد يرتبط بحالة الطقس. إن كانا على حق فإن هذا قد يغير مفهومنا عن أسماك القرش وذهابنا للشاطئ إلى الأبد. معهم عالم أحياء مختص بالقروش. قد نستخدم الطقس لنكتشف ما تفعله القروش، وقد نتوقع حدوث أو عدم حدوث هجوم للقروش، وهذا سيكون رائعاً. وعالم أرصاد جوية محترف. متحمس للعمل مع غريغ حتى أقنعه بصحة فرضية التي تقول بأن الرياح والطقس أيضاً يؤثران بأماكن تواجد أسماك القرش. ولديك الفرصة لإحداث تقدم معرفي. قد يبدو من الجنون أن الطقس قد يساعد في توقع احتمال هجوم أسماك القرش، ولكن العلم خلف هذه النظرية حقيقي. أدعى جو ميرشانت عالم أرصاد جوية لخدمات الطقس، هدفي حماية الحيوانات والملكيات. إنني مدرب على إصدار التحذيرات من العواصف الرعدية وتحذيرات الإعصار وأيضاً تحذيرات الزوابع. لقد اضطررت إلى مطاردة الزوابع. انظر إلى هذا. القروش لم تكن من توقعات الطقس الجوي حتى حدوث هجوم القرش عام 2015، مما أثار انتباهه. حدث 11 هجوماً للقرش على جزر كارولاينا، لذا بدأت بتفقد الطقس. لقد انتبهت إلى ما يفعله الطقس خلال تلك الهجمات ولاحظت وجود الصلة، فقررت استدعاء خبير أسماك القرش الذي قرأت عنه، الطبيب سكومال. أدعى غريغ سكومال، عالم أحياء ومنتسب لقسم الصيد البحري في ماساتشوستس. درست أسماك القرش لثلاثين عاماً، تركيزي الأساسي على أسماك القرش الأبيض. حين استدعاني جو بشكل مفاجئ راودتني فكرة متعلقة بتأثير تغيير حالات الطقس على حيوان مائي. بدأ الأمر يصبح منطقياً. والآن يتكاتف جو مع غريغ لاختبار نظريته الجريئة الجديدة. يعتقد جو أن الريح تدفع الكائنات البحرية الصغيرة قرب الشاطئ، فتقوم هذه الكائنات بجذب الكائنات المفترسة الكبيرة، وفي المقابل ستقوم بجذب المفترس الأكبر أسماك القرش. سلسلة الأطعمة التي تدفعها الرياح هي التي تأتي بالقروش إلى الشاطئ بالقرب من السباحين. بالاستفادة مما نعرفه عن نشرة أحوال الرياح نستطيع استنباط المعلومات وتحويلها إلى مخطط يساعدنا على توقع موقع حدوث هجوم سمك القرش. لذا وفي ظهر يوم الأحد إذا ذهبت عائلة ما إلى الشاطئ قد يكون لديهم فكرة عن مكان تواجد أسماك القرش. لاختبار نظرية جو يريدان اختبار نوعي قرش مختلفين يقومان عادة بمهاجمة البشر، القرش النمر ثم القرش الثور، متواجدان بكثرة هنا في جزر البهاما. أولاً قرش النمر. لنبدأ جو، نحن متجهان إلى شاطئ قرش النمر. حسناً. عند حافة هذا المنعطف المياه فيها عميقة في الغرب،
وفي الشرق تكون ضحلة، وهنا نجد الكثير من أسماك قرش النمر. مهمتهم ربط أسماك القرش بأجهزة تعقب، ثم يراقبون استجابة القروش لتغيرات الطقس. لكن الأمر لن يكون سهلاً. قرش النمر يعد من أقوى الصيادين في المحيط كله. كبير، مفترس، شمه حاد، قد يصل طوله 16 قدماً وبوزن يقارب الطن. قرش النمر استوحي اسمه بسبب الخطوط العمودية الداكنة. هذه الخطوط تشع عبر المياه الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم. تتضمن حميتهم في الحد الأدنى على تنوع الطعام الطبيعي مثل الأسماك، المحارات والطيور، والفضلات البشرية كلوحة ترخيص السيارة والإطارات القديمة. إن حنكها الفريد من نوعه أحياناً يقوم بافتراس بعض البشر، مما يجعل قرش النمر في ثاني مرتبة بالهجمات البشرية بعد القرش الأبيض الكبير. والنوع المثالي الآخر لاختبار صحة نظرية جو بأن الرياح تلعب دوراً في الهجمات. سنرسو في المائلان. حسناً. لم يسبق لي رؤية قرش النمر من قبل. إن هذا بالفعل لا يصدق. بإمكانك رؤية جسمي يقشعر خوفاً هذه اللحظة. والآن سأدع غريك يتولى الأمر من هنا، وأظن الآن أنني سأراقب الطقس من الأعلى على القارب. تشبث جيداً. إنها منطقة جيدة. إن لم تجد القرش فلن تدرسهم، وهذه هي الخطوة الأولى في النجاح. هذا صحيح. يعجبني هذا. الخطوة الثانية، غريك سوف يقفز في الماء مع قرش النمر وسيربطهم بمعدات رصد خاصة. سنضع هذه، إنها كاميرا على زعنفة القرش. إنها أداة تحتوي على جميع أنواع الأجهزة المدمجة بها والتي تقيس الحرارة والعمق، لكنها تحتوي أيضاً على كاميرا لتمكننا من رؤية ما يحدث تحت الماء بعين القرش. تخبرنا أدوات أخرى بحركات القرش ثلاثية الأبعاد حتى نتمكن من معرفة إلى أين يذهب وما مدى سرعة تحركه لأعلى وأسفل بالنسبة لدرجة حرارة المياه وعمقها، وبذلك نربط هذا السلوك بالطقس وبتغيراته وارتفاع الرياح. سنقدر على معرفة ما تقوم به القروش بالنسبة لتغيرات الطقس. الحل بتمريره مباشرة على الزعنفة الظهرية هكذا. والآن نسحب الزناد ونطلق ونبتعد. لن تؤذي القرش لأنها ستثبت على الزعنفة، لن تبدي ردة فعل حتى. قد يبدو سهلاً، لكن علي الاقتراب قدر الإمكان لأثبته، وآمل أن يتعاون القرش ليتم الأمر بشكل جيد. قرش النمر ليس المفترس الوحيد في هذه المياه. قرش الليمون وقرش الثور ليسا بعيدين جداً، خصوصاً حين يحل موعد الطعام. لدينا في الأسفل أسماك قرش كثيرة، ويتوجب علينا إبقاؤهم بعيدين عنا قدر الإمكان. يوجد الكثير من القروش في المنطقة نفسها، مما يجعلهم متنافسين مع بعضهم. يتحدى الفريق الزمن لينجز مهمته. وهناك عاصفة تحلق فوق الجزيرة. بدأنا نلاحظ عدم الاستقرار في الطقس إضافة للعاصفة الكبيرة، وهذه إشارة إلى أن الأمور ستبدأ بالتغير هنا قريباً. يعتقد جو أن العاصفة ستضربهم بعد ظهر الغد. يفضل أن تسرعوا في دخول الماء لوضع جهاز التعقب على أسماك القرش لنتمكن من رؤية مدى استجابة أسماك القرش إلى العاصفة. أنتم حتماً مجانين يا رفاق. حسناً، سأفعلها.
قروش الليمون احتشدوا على الفور. إنها عاصفة القروش. حسناً، سأقوم بإسقاطها في المياه. اختبار 1 2 3. أخبرني، هل تبلي جيداً في الأسفل؟ الأمور جيدة يا جو. ماذا ترى هناك؟ إنه قرش النمر هنا. والآن على غريك أن يقترب ليستطيع وضع جهاز التعقب. غريك، معك جو، أتسمعني؟ لا أسمع شيئاً. إنه يتقدم بسرعة كبيرة. أواجه مشكلة بوضع جهاز التعقب. هيا اقترب. هيا اقترب. قرش النمر يقترب، يتقدم بسرعة. أعاني كثيرا بوضع هذا الجهاز. عالم أحياء القروش غريك سكومول وعالم الأرصاد الجوية جو ميرشانت يحاولان إثبات نظرية ثورية جديدة قد تساعد بتوقع هجمات القروش. يعتقدان أن القروش تتفاعل مع الطقس ورياح محددة، مما قد يدفع القروش للاصطياد قرب الشاطئ ويتسبب بهجمات منهم على السباحين. يا رجل، نتأمل رؤية تأثير تغيرات الطقس فوق سطح الماء على تصرفات القرش تحت الماء. يجب على غريك ربط حاسوب معقد ومعدات نظام كاميرا على الزعنفة الظهرية لإحدى أسماك قروش النمر. النشرة الجوية في الأسفل مصممة للضغط الكبير. ضغط الدم. أخذ زعرفة جرانت. وأخذت عدة الغوص أيضاً. إنها تتجه نحو صندوق الطعم. ثم أنواع أسماك عدوانية أخرى تدخل في العملية. أوه، ظهرت سمكة المطرقة من العدم. غريك، أسماك القرش تسبح من حولك. المكان هنا في فوضى عارمة. سوف نصعد. محاولة غريك لوضع جهاز التعقب كانت خطيرة جداً. أوضعته؟ ألم تفعل؟ لم أضعه. لم تفعل. تباً. يا للإحباط. اقتربنا من فعلها 3 أو 4 مرات. كانت قروش النمر قريبة جداً عندما أنزلنا صندوق الطعم للقاع. كنت أكثر شاب محبوب. نعم، لقد كنت قريباً جداً منهم. لم يكن مريحاً.
لاحظت في مرحلة معينة بعض القروش الأخرى قد اعترضت الطريق قليلاً. ظل سمكة المطرقة تعترض الطريق. كان هناك الكثير من القروش. علينا العودة والاستمرار بالمحاولة. حسناً. آمل أن نتمكن من وضع الجهاز على القرش قريباً جداً، لأن هناك عاصفة قادمة. هذه هي الظروف التي أتوقع أنها تسبب هجوم أسماك القرش. يتوقع جو أن العاصفة ستأتي برياح مماثلة للرياح التي عصفت خلال موجة هجمات جزر كارولاينا عام 2015. غريغ، إنهم يدخلون. قرش النمر يقترب. سأحاول وضع الجهاز. هيا هيا، تعال إلى هنا. وضعته. انتهينا. فعلوها، لقد وضعوه. رائع. لقد وضعنا الجهاز. أجل، استغرقنا وقتاً، لكن جاءت سمكة تتصرف جيداً. جربت مرة لكن المشبك انزلق. عدت للداخل وجربت مرة أخرى حتى وضعته، وهذا عظيم. هذا جيد، حقاً جيد. رائع. بدأت التجربة، هذا محور الأمر. كل الفضل يعود إلى جسم سمكة قرش النمر. ستصلنا الآن كل المعلومات التي يجب ربطها بمعلومات الطقس، وهنا نأمل أن نقدر بالضبط على رؤية ما أعتقد أنه يحدث هناك، حيث إن الطقس قد يلعب دوراً في الأحداث التي تسبب هجوم أسماك القرش. إن في كل ثانية نستجمع العشرات من البيانات. صحيح. وأيضاً بينما تمر الدقائق والثواني والساعات نتلقى مزيداً من البيانات. لكن علينا استرجاع الجهاز، فيه يكمن السر. جهاز التعقب على القرش هو الخطوة الأولى. إنه يجمع البيانات، وأقصد حرفياً أنه يجمع آلافاً من البيانات كل دقيقة. لذلك نتعلم الكثير من المعلومات فقط إذا استرجعنا الجهاز. لاستطاعة القروش أن تسبح آلاف الأميال. بصراحة المحيط شاسع بحق. الجهاز المعلق بقرش النمر سيتحرر خلال 5 ساعات وسيطفو إلى السطح، وعندها سيتم تفعيل المرشد اللاسلكي، مما يسمح للفريق بتعقبه. قد يبعد 10 أقدام أو 20 ميلاً عنا، لذا علينا التأكد أن تقنياتنا سترشدنا للاتجاه الصحيح. سنحدد مكانه بالقمر الصناعي وموجات الراديو وجهاز الاستقبال، لكن هناك احتمالية أننا لن نراه أبداً. سيكون ذلك صعباً بوجود العاصفة. نتزود بمعلومات أكثر كلما مر الوقت. هذا مشوق حقاً. لدينا قرش هناك يسبح، ولدينا مسجل البيانات وكاميرا على ظهره. علينا الخروج كل ساعة خلال الليل، لأنها ستطفو خلال 4 أو 5 ساعات، لذا لدينا الوقت، لكن لن أفوته. الفجر الجديد لا يبدي أي أثر للجهاز.
لكن هذا ينذر بوجود تهديد متزايد. انظر هناك، لدينا غيمة كبيرة. هذه إشارة حتمية بأن الأمور تتغير الآن. العاصفة التي تنبأ بها جو تتجه إليهم مباشرة. يمكنك أن ترى هذه الغيوم كيف تتجمع في الخلف. إنها تمطر. أجل، إذن ها قد بدأ ينفد وقتنا على هذا القارب. أنت نذير شوم. يعلم أشياء لا أعرفها. من الجيد وجود خبير طقس معنا. لكن العاصفة القادمة هي أيضاً فرصة كبيرة. والآن نستطيع أن نرى استجابة أسماك القرش لتغيرات الطقس المفاجئة. والآن عليهم إيجاد ذلك الجهاز حالما يتحرر. وأخيراً إشارة. وجدته؟ ليس بعد. لقد انطفأ الجهاز. اقتربنا من ذلك الشيء. انتظر، ها هو، وجدته. هيا استدر، درجتين فقط. رائع، ما الثلاث درجات؟ رأيته. ها، رأيته أيضا. ها هو. هذا جميل. وأخيرا تمكننا من عمل رائع أنابيلا. لكن غريك ليس الوحيد الذي يطارد الجهاز. هذا قرش النمر؟ حسنا، سأتولى هذا. يا إلهي، حصلت عليه. أوه يا رجل. والآن يتوجب عليه العودة وحسب. عمل رائع. استعدته. كنت سأدعه يفوز. سأكون سعيداً بالسماح للقرش بربح المعركة. لا معنى للتجربة دون استعادته. إنه مهم جداً، فهو نصف فوز. علينا رؤية ما عليه. هذا يشبه فتح هدايا عيد الميلاد. إنني متحمس للاطلاع على البيانات، لكن حان وقت الذهاب الآن، فهناك عاصفة قوية ستشتد خلال بضع ساعات. لذا من الأفضل لنا أن نرحل وحسب. يعودون الآن إلى جزر إلوثرا لتنزيل البيانات ورؤية استجابة القرش لتغيرات الرياح. انظر إلى هذا. هذا رائع. أنت الآن القرش، تصرف مثله. أنا أحاول، صدقني. يوجد نمر آخر. كم هذا رائع. إنها تلاحق قرش نمر آخر. انظر هنا، هذا رائع حقاً. هذه الصورة خيالية، فيمكنني الآن معرفة ما يفعل القرش تحت الماء وكيف يتصرف بطبيعته. بدأت تطفو ووصلنا إلى الجزء المتوسط من عمود الماء. يدخل جو بياناته ليرى إن كان هناك ترابط بين تغيرات الطقس وتصرفات القرش، وللتأكد حقاً. لدينا هنا تغيير كبير في التصرفات. نزلت أعمق مرتين. حدث هذا قبل العاصفة الكبيرة التي جعلتنا نغادر شاطئ قرش النمر. إنهم يتراجعون قبل أن تضرب العاصفة، ويعني أنهم يشعرون بشيء. لقد تبين أن القرش يتفاعل مع تغير الطقس. والآن حان الوقت لنكتشف عما إذا كانت الرياح العادية تقودهم للاقتراب من الشاطئ. ولهذا سيضعون جهازاً على قرش الثور.
نود رؤية كيفية تأثير الرياح الساحلية على تصرف القروش القريبة من الأرض. النوع المناسب لهذا الأمر هو قرش الثور. هذه القروش متورطة أيضاً في الهجوم غير المبرر على البشر، لذا يعدون من أخطر أسماك القرش على وجه الأرض. القرش الثور استوحي اسمه من أنفه القصير المفلطح وهجماته العدوانية. عادة يصدمون رأس الفريسة قبل أن يهاجموا. قرش الثور لا ينمو بحجم أسماك قرش النمر، ولكن طولها أكثر من 11 قدماً ووزنها يصل ل 500 باوند. مفترس لا مثيل له، وقد يأكل فعلياً أي شيء يراه أمامه، مثل الأعشاب والسلاحف وأيضاً قروشاً أخرى. وهذا ما قد يفسر قوة عضتهم الاستثنائية. العين بالعين، فهو يعد من أقوى أسماك القرش في البحر كله. أحياناً قد يدخل المياه الضحلة حيث يسكن الناس. غريك وجو يعتقدان أنه يطارد الأسماك الصغيرة التي تقترب من الشاطئ في ظروف معينة للرياح. نتأمل اكتشاف نوع من التغيير في تصرفات القرش بسبب هذه الرياح. يتولى غريك القيادة في منطقة تواجد قرش الثور. إنها منارة قريبة. علمت أن قرش الثور يأتي هنا كل يوم، لذا أتأمل وضع الجهاز على أحدهم تحت الماء. في المنارة الضبابية، غريك يضع حياته على المحك. لنواجه الأمر، قرش الثور مفترس حقيقي وعادة يصطاد في المناطق ذات الرؤية السيئة، وهذا ما لدينا هنا. هذه الأوضاع ليست مثالية. صحيح. كما ترى فالمياه مظلمة. أجل. ويزداد سوءاً حين أدخل المياه. أجل. مجال رؤيتي سيكون محدوداً، وأسماك القرش قد تأتي من أي اتجاه، لذا أحتاج لأن تكون عيني. بالطبع. حسناً، علي الاعتراف حول النزول للمياه مع قرش الثور بأنه من مخاوفي، وبالطبع علي أن أبقي عيني مفتوحتين. ما الذي تراه؟ تباً. غريك في المياه، وأنا أتولى مهمة الحماية هنا وأقوم بالتواصل معه. أحاول مراقبة ما نأمل بأن يكون سمكة قرش الثور، ونحاول وضع الجهاز على قرش الثور. إذا تمكننا من ذلك فسنحصل على البيانات التي نحتاجها. البيانات التي تثبت نظرية جو تقول إنه في ظروف معينة الرياح الساحلية مثل التي شهدناها اليوم قد تؤثر على تصرفات القرش وتجذبهم ليقتربوا من الشاطئ، وأيضاً ليقتربوا منا. والآن غريك مع أسماك قرش الثور. يبدو الأمر سيئاً من الرصيف، أيمكنك رؤية أي شيء؟ يا رجل لا أستطيع رؤية أي شيء هنا. انتظر، ما هذا؟ هو قرش الثور الذي يقترب مني؟ لن أبقى، سوف أصعد. لن ينجح الأمر حتماً. الرؤية في المنطقة سيئة، علينا فعل شيء مختلف إن كان هناك قرش. لن أتمكن من الرؤية ولا وضع الجهاز حتى، وبصراحة لم أكن مرتاحاً بوجودي مع قرش الثور وأنا لا أراه. بالنظر للإحصائيات فهم يبرعون حقاً في ظروف كهذه للصيد. إنهم يظهرون تحت أنواع أخرى في المياه الضحلة والمظلمة،
وهذا بالضبط ما حدث هنا. الخطة البديلة هي بوضع الجهاز من الرصيف. أفضل طريقة لفعل ذلك هي برمي الأسماك والدماء وأجزاء من الأسماك في المياه، ونبدأ بمراطفتهم، وعندما نثير انتباه سمكة قرش الثور سنستدرجها ونضع الجهاز عليها. أفضل النظر للقروش على مشاهدتك تقطع هذا. ما به؟ يا لعلماء الطقس. ما بك؟ أنا عالم طقس يا جريج. نحن نأمل باستدراج القرش. أجل؟ وعندها غالباً سنضطر إلى صيدها. أظن أن الرياح ستتحول إلى رياح جنوبية اليوم، لذا أعتقد أن فرصتنا تتزايد للنيل من أحد القروش. بدأت العاصفة تنحسر، ولكن ما زلنا نشعر بتأثيرها. مقياس الرياح يعمل جيداً ويجمع البيانات. إنه يجمع بيانات كثيرة بسبب الرياح. بأخذ ما نعرفه من النشرات الجوية للرياح، يمكننا أخذ المعلومات وجدولتها لنتمكن من التوقع أين يمكن أن يحدث هجوم القرش. أظن أن نشرة الطقس ستكون قادرة للوصول للمجتمع الشاطئي، خصوصاً في الوقت الذي يمرح الناس فيه بالماء. يوضح جو بشكل أساسي أن حالة الجو ستتحكم بما يحدث تحت الماء، وأنا أصدقه، ففعلياً الجو والماء مرتبطان ببعضهما. لدينا أنشطة عدة وإشاعات كثيرة متعلقة بأسماك القرش، وآمل أن نقترب من القرش لنكتشف حقيقة الإشاعات، وأيضاً لنستفيد من الطعم الذي سنضعه في الماء. هيا يا قرش الثور، أين أنت؟ فجأة يظهر قرش الليمون. أترى؟ مع بزوغ الشمس وجد جريك الفرصة المناسبة ليضع الجهاز على نوع قرش مختلف. نوع آخر موجود بكثرة في إيلوثرا، وهو قرش الليمون، وهو نوع ساحلي يعيش في المياه الضحلة. وإن كانت هناك سمكة ستتأثر بشكل أو بآخر بتغييرات الطقس، فأظن أن الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة أيضاً ستتأثر. هل هو هناك؟ أجل، ها هو، وجدته، قرش الليمون. سنحاول وضع الجهاز على قرش الليمون. إنه يتحرك بسرعة. إننا نضع له طعماً كبيراً الآن. نحاول جذب سمكة قرش الليمون إلينا. سيقومون بربط نهاية الحبل بعوامة لامعة برتقالية. إذا أخذ قرش الليمون الطعم، ستجر العوامة خلفه، بما يسمح للفريق بتعقب القرش بسهولة، ومن ثم ربطه ووضع الجهاز عليه. أرى شيئاً هناك، ربما أجل. قرش. ها هو. ها؟ ها هو ذا. إلى اليسار، هيا هيا هيا، جدها، كن الطعم داني. هيا هيا، وجدها، انتبه. هيا قيد، انتبه إلي، انتبه للعوامة، أبقي عينيك عليها. يا إلهي دان. القرش أخذ العوامة. دان. أوه. لا أصدق ذلك. قلت لك على عمق 9 أمتار وارتفاع 2، نجحنا من أول محاولة. يا إلهي. لدينا قرش الليمون، يجر الكرة هناك. إذا التقط أحد الطعوم نأمل أن نتمكن من تقييده، عندها سنجره على متن القارب ونضع الجهاز عليه، لكن علينا التحرك. ها نحن جاهزون، هيا بنا. هيا. تمنى لنا الحظ. حظا طيبا. نعم نراها، حسناً، من سيقود؟ بعد أيام من محاولات وضع الجهاز على قرش المياه الضحلة، لقد أثمرت أخيراً جهود هذا الفريق. لدينا قرش الليمون مقيد، وعلينا وضع الجهاز عليه. عندما قيدوا القرش، كان هنالك عوامة معلقة به، وهذا يبدو كمشهد من فيلم الفك.
إنها الخطوة الأولى المهمة لاختبار نظرية جو التي تقول بأن الرياح التي تهب الليل ستؤثر على تصرفات القرش وتجذبه إلى قرب الشاطئ ليصطاد وأيضاً ليقترب منا. لدينا هنا قارب قوي والذي سيتحرك بالاتجاه الشمالي الغربي. إذا تمكننا من وضع الجهاز المتنقل على القرش فسنرى تصرفاته حين يطوف الجهاز المتنقل. أشعر بالقشعريرة، هذا لا يصدق. إنه يتقدم للأمام بالفعل باتجاه الخليج. لا تعجبني فكرة أنه يبتعد. إنه حول تلك الدعائم. هذا سيء. إن قرش الليمون صعب المنال يتحرك قرب مرسى القوارب. يكمن الخطر بأن يشبك حبل العوامة بالدعائم أو بالمروحة. أسفل القارب تماماً. خلف القارب تماماً. أظنه قد التف على ذلك. هيا أخرجها برفق شديد. حرره. حسناً. انتبه، قد يعض ذيله. أجل. أفعلها لكن برفق. برفق. التقطها، خذ هذه، هيا بنا. لكن حين اقتربوا من الوصول إليه. أوه، أنت تمزح. بصقت، انظر، كان كله في فمها ثم أفلتت. تباً. أوه، إذن لم تعلق. لماذا يعودون؟ لا، ماذا حدث؟ القرش أفلت الخطاف، انتهى، تحرر دون وضع الجهاز. كان القرش معلقاً بخطاف، وبعدها قام بجري الكرة إلى المرفأ، فبدأ أن الخطاف معلق بإحكام، وكنا سنضع الجهاز على القرش بتقريبه من القارب، لكن الخطاف أفلت، وهنا انتهت اللعبة. انتهينا. حسناً، فلنسحب قابس الكهرباء. فلنحاول غداً مجدداً. إن غداً يوماً جديد. عادوا إلى المنارة ليركزوا اهتمامهم مجدداً على أقوى مفترس على الإطلاق، سمكة قرش الثور. غريك، ليست السمكة الممرضة، إنها أسرع من سمكة القرش الممرضة ولا أعرف نوعها. ما هو لونها؟ إنها مائلة للرمادي، ليست بنية كالممرضة. حقا؟ رمادية. أهي كبيرة؟ أجل، كبيرة جدا. حقا؟ سأحضر الجهاز والعصا. حسنا، بإمكانك وضع الجهاز عليها غريك. هل أنت جاد؟ ما زالت تدور في هذه الأرجاء. جو ميرس جاهز للانقضاض. قد يكون قرش الثور، هذا ما ننتظره. هل رأيت كيف يتحرك بشكل مختلف؟ علي أن أنزل وأحاول، لن يكون هذا سهلاً أبداً. هل تستطيع؟ حسناً جو، هاتها. انتبه، سأمسكك. علينا أن نصبر. حسناً، سأضع هذا الجهاز. لقد أتت، اقتربت، اقتربت أكثر. انتبه. هل هي قريبة منك؟ نعم، سأضعه. اقتربت. فعلتها. فعلتها؟ أجل، بالطبع. أوه، عجباً، أحسنت. هذا جميل. اتجهت يساراً واختفت. حسناً، ربما ستغادر المرفأ ولا مانع من ذلك. جميل، هذا لطيف. سنجلس وننتظر. نعمل منذ 3 أيام، خلالهم لم نحصل على شيء وفجأة فعلناها. الآن يمكننا البدء بالتجربة. وضعنا جهازاً على القرش، وإذا بقي الجهاز عليه فعندها سنحصل على قاعدة بيانات جيدة.
لديهم جميع العناصر المطلوبة لاختبار نظريتهم التي تقول إن الرياح تؤثر على تصرفات القرش. جهاز على قرش الثور، وأيضاً رياح قوية شمالية شرقية. أتأمل حقاً أن نتمكن من استرجاع الجهاز من القرش، لأن كل شيء اعتقدت أنه السبب بحدوث هجمات القرش يحدث الآن. بعد ساعتين ونصف الساعة سيطفو الجهاز بعيداً عن قرش الثور، عندها سيبدأ عملهم. باتجاه الحادية عشرة. ها هو، هذا جميل، استعدناه. يهرعون إلى المختبر لتحليل البيانات والصور. إن استطعنا رؤية التغيرات الحاصلة في الجو من تحت سطح الماء بالكاميرا، عندها لربما سنستطيع رؤية الوقت الحقيقي لتغير تصرفات القرش. متحمس للاطلاع على الجهاز. كل البيانات هنا وملفات الفيديو. حسناً. اطلعت على القمر الصناعي وبيانات الرادار عندما وضعنا الجهاز على القرش، وهنا ترى أنه يوم بحري لطيف. تشعر وكأنك كنت معها. أجل. حقيقة إنه موجه بالاتجاه الصحيح. تبحر فوق الأسفنجيات والمرجان الطري والعديد من الأسماك الصغيرة غير المهتمة به. تتغير الرياح حولها. تتغير الرياح وتؤثر على النباتات في المياه الضحلة وعلى الكائنات الصغيرة التي تعيش فيها. انظر لهذا، إنها تدخل في الأعماق الرملية الضحلة جداً. ألا تبدو وكأنها تتوجه للسطح؟ أجل. تصرفات القرش تتوافق مع نظرية جو التي تقول الرياح تدفع الأسماك الصغيرة، وهذا ما يجذب أسماك القرش. نعلم أن هناك أسماك صغيرة، لاحظتهم حين نزلت في المياه لوقت قصير. يمكنك أن ترى كيف تتشكل الغيوم فوق المكان الذي يسبح فيه. بربط هذه العادات مع بعضها ربما نرى ما يحدث معهم فعلاً عندما يبحثون عن فرصتهم للطعام. فكرة جول مجنونة بأن هجوم القرش لربما متعلق بالطقس قد لا تكون مجنونة فعلاً في النهاية. هذا رائع. أظن أن الرياح الساحلية سوف تؤدي إلى سلسلة من الطعام، والتي تسبب جذب القروش قرب الشاطئ حيث يتواجد الناس. أظن أن هناك تأثيراً للطقس على الأسماك التي تعيش تحت سطح الماء تماماً. ربما سنجد نمطاً وسنتمكن من توقع تصرف القرش. لذا في يوم الأحد بعد الظهر، إذا ذهبت أي عائلة إلى الشاطئ، سيكون لديهم فكرة عن مكان تواجد أسماك القرش. نشرات الطقس ربما يمكنها قريباً القول يوم مشمس مع رياح واحتمال 80% ظهور القروش. سنحتاج لحيوانات عدة وبيانات أكثر، لكنها بداية جيدة جداً. أجل.